استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية الرئيس سلفاكار مياردت رئيس جمهورية جنوب السودان، الذي يقوم بزيارة لمصر لمدة 3 أيام. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد التباحث بشأن سبل تعزيز العلاقات الأخوية على مختلف الأصعدة بين البلدين الشقيقين، والتي ترتكز على دعائم الأخوة والاحترام المتبادل، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين في التقدم والبناء والتنمية. كما استعرض الزعيمان عدداً من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية، وتم تبادل وجهات النظر والرؤى بشأنها، خاصة ما يتعلق بمستجدات الأوضاع في السودان الشقيق والجهود المشتركة للمساهمة في استعادة الأمن والاستقرار به.